الاشخاص التاريخيون ماتوا ووفدوا على ربهم ما لهم وجود الان ليش ننبش التاريخ ونبحث في التاريخ هذا السؤال ملح وقائل نترك التاريخ وننشغل بهموم الحاضر اكو كلمة في نهج البلاغة من ألطف الكلمات تجيب على هذا السؤال، أنا أقرأ لكم هذه الكلمة من نهج البلاغة، طبعا هواية اكو أجوبة على هذا السؤال، ولكن أقرأ لكم كلمة واحدة تبين جانب من الإجابة. في نهج البلاغة الخطبة رقم 147 أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كما في هذه الخطبة: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد، إذا واحد يريد يعرف الحق الرشد يعني الحق لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه لا تقول انا امشي في طريق الحق انا ما علي بالذين يرفعون رايه الباطل الامام يقول كلا لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه. لازم تعرف فلان على حق له باطل، حتى تعرف الحق، والا لم تعرف الحق. اذا واحد قال انا امشي في طريق الحق ولم اعرف ان فلان على حق او باطل، هذا لم يعرف الحق. ولن تاخذوا بميثاق الكتاب. حتى تعرف الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذه فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عيش العلم وموت الجاهل إلى آخر الخطبة ما هي الرابطه الرابطة بين عرفان الحق وعرفان الرشد، ومعرفة الذين حملوا راية الباطل، ما هي الرابطة بين المعرفتين؟ اكو هنا بين شراح نهج البلاغة فيما رأيت كلمات ذكروها ولكن الشيء اللي يبدو في بادئ النظر أنه إذا واحد ما عرف أئمة الضلال ما عرف أئمة الضلال فلان من أئمة الضلال لولا إذا إحنا ما عرفنا الأئمة الذين يهدون إلى النار لا نعرف الحق ليش؟ لأنه هؤلاء أئمة الضلال سوف يتحولون عند الأمة وعندنا إلى مصادر إلهام ومصادر استلهام هذا الاسم اللامع الصحابي الكبير اللي عاشوا يا النبي هذا يعطينا خط خط يعطينا إذا أنت ما تعرف هذا من أئمة الضلال من الأئمة الذين يهدون إلى النار تأخذ منه طبيعية فيكون ملهما لك أما إذا تعرف هذا إمام من أئمة الضلال تبتعد عنه وتبتعد عن خطه ولا تستلهم ولا تعتبر قيمه لا لكلمه منه ولا لموقف منه